نشرة الأخبار الرئيسة من يو تي في أبدأها بأبرز العناوين. نواب وأعضاء في مجالس المحافظات ينسحبون من تقدم ويؤسسون كتلة المبادرة، وبيان التأسيس يمهد لفك الانغلاق في المشهد السياسي. واشنطن تعد مهاجمة المطاعم والشركات في العراق مصدر ضرر لمواطنيه. بغداد تعزز الإجراءات والأمن يتأهب في البصرة لمنع خرابها. السوداني يقول في افتتاح الملتقى الأول لمجالس ودواوين المحافظات: الفساد والإرهاب وجهان لآفة واحدة، والدولة ماضية في تحسين الرقابة. المفوضية تعيد فتح باب تسجيل التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم، البداية من السبت ولمدة 6 أيام. التفاصيل بعد قليل. أعلن 11 نائبا في البرلمان وعضوا في مجالس المحافظات أعلنوا انسحابهم عن حزب تقدم وتأسيس كتلة المبادرة. وذكر بيان للكتلة أن حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عدة دفعت الأعضاء إلى تأسيس كتلة المبادرة لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي، مشيرا إلى أن الكتلة تقوم على تبني مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من جميع الفرقاء. أن حالة الجمود التي وصلت إليها الحياة السياسية وعدم تمكن السلطة التشريعية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ شهور عديدة مما دفعنا إلى تأسيس كتلة المبادرة لفك الانغلاق الحاصل في المشهد السياسي، حيث تقوم كتلتنا على تبني مبدأ الوقوف بمسافة واحدة من الجميع من جميع الفرقاء. وخلال المؤتمر الصحفي لتأسيس كتلة المبادرة المؤلفة من نواب وأعضاء في مجالس محافظات منسحبين من تقدم، قال النائب زياد الجنابي إن الكتلة تطالب بتحقيق أهداف وتطلعات المواطنين بإنجاز الاستحقاقات التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي. نطالب بتحقيق أهداف وتطلعات أهلنا الكرام بإنجاز الاستحقاقات التي تضمنتها ورقة الاتفاق السياسي والتي على أثرها تشكلت الحكومة. أبناء شعبنا الكريم، وبهذه المناسبة نطالب كافة القوى السياسية بالتعاون معنا لحل المشاكل العالقة. تشكيل كتلة المبادرة المنسحبة من حزب التقدم قد يكون لها أثر كبير بحسم أزمة رئاسة البرلمان، فيما تعيق العطلة التشريعية الإسراع بالحل رغم تطور الأحداث، إلا إذا تمت الدعوة إلى جلسة استثنائية لاختيار الرئيس إذا ما جرى اتفاق سياسي بهذا الخصوص. تأسيس كتلة المبادرة لفك الانغلاق الحاصل المبادرة في المشهد السياسي. كتلة جديدة في الساحة السياسية العراقية قد تكون محورا مهما في حسم الخلافات العالقة حول استحقاقات المكونات الأساسية للطيف العراقي، ومخرجا من نفق مظلم دخلته السلطة التشريعية قبل أكثر من 6 أشهر. نواب في البرلمان وأعضاء في مجالس المحافظات كونوا كتلة المبادرة منسحبين من تقدم، مؤكدين أن غايتهم إنهاء حالة الجمود في العملية السياسية وعدم تمكن البرلمان من اختيار رئيس له، فيما يشير بيان تأسيس الكتلة إلى أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء، مطالبة بتحقيق تطلعات الجماهير وفقا لورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبها الحكومة. نطالب كافة القوى السياسية بالتعاون معنا. كتلة المبادرة تطالب الكتل بالتعاون معها لحل المشاكل العالقة تغير بمجرد تشكيلها الأوزان السياسية، مؤكدة ما أفرزته آخر جلسات اختيار رئيس مجلس النواب غير المكتملة، وذلك بما يتوافق مع الإرادة النيابية.
وفيما تنتظر مطرقة البرلمان من يمسكها أصالة لا وكالة لتمضي عجلة القوانين المعطلة نحو تنفيذ ما اتفقت عليه الكتل، فإن دخول مجلس النواب في عطلة تشريعية قد يرجئ الحسم إلى 9 تموز المقبل، إلا إذا تمت الدعوة إلى جلسة استثنائية لاختيار الرئيس خلال العطلة النيابية. دعت الخارجية الأمريكية الحكومة العراقية إلى اتخاذ التدابير المناسبة للرد على الهجمات ضد الشركات والمطاعم صاحبة الامتياز الأمريكي. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في مؤتمر صحفي إن هذه الهجمات تلحق الضرر بالشعب العراقي. إن الهجمات على هذه الشركات وهي في الأساس امتيازات للشركات الأمريكية تلحق الضرر بالعمال والرعاة العراقيين وأحيانا برأس المال العراقي الذي يتم توظيفه هناك، وبالتالي فهي هجمات في نهاية المطاف ضد الشعب العراقي. ونعتقد أنه يتعين على الحكومة العراقية أن تتخذ التدابير المناسبة للرد على تلك الهجمات ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنها. انتشار أمني تشهده البصرة من قوات مشتركة من الجيش والشرطة قرب عدد من المطاعم والوكالات الأمريكية والأجنبية في شارع السعدي وسط المدينة لمنع الاعتداء عليها كما حصل في بغداد، فيما تأتي هذه الإجراءات بعد وقفة طالبت بإغلاقها ومقاطعة منتجاتها. التفاصيل مع سعد قصي. في ظل المخاوف من تكرار سيناريو أحداث العاصمة بغداد في البصرة، هنا تدخل القوات الأمنية حالة التأهب قرب مطاعم ووكالات تحمل أسماء أمريكية وأوروبية في أعقاب تنظيم وقفة احتجاجية طالبت بمقاطعتها مؤخرا، واصفة الشركات المستهدفة بالداعمة لإسرائيل في حربها على قطاع غزة. كان الأولى أنه يكون المقاطعة بشكل سلمي وبشكل إيجابي، يعني ما يتهجم. فعملية عدم الاستقرار وأهم معناه يعكس أنه صورة أنه لا الحكومة البصرة المحلية ولا الحكومة المركزية عندها سيطرة على الأمن في داخل العراق وداخل البصرة، فأكيد راح يكون انعكاسها سلبي وأيضا يحرج الحكومة المحلية والحكومة المركزية. وفرت قوات الأمن حماية مستمرة للمطاعم والعلامات التجارية الأجنبية عبر دوريات ثابتة من الشرطة والجيش، لكن مشهدا كهذا زاد من قلق المستثمرين وعاد حساباتهم في دخول السوق العراقية، ناسفا جهود الحكومة ومحاولاتها لإقناع الشركات الكبرى بإقامة مشاريع تنموية في البلاد. حكومة السيد السوداني يعني خطت خطوات من أجل جذب الشركات الأجنبية يعني الاستثمار بالعراق، ويعني معلوم أنه الاستثمار الأجنبي إلى عدة فوائد للاقتصاد الوطني، ينقل التكنولوجيا، يشغل الأيدي العاملة. طبعا أي حدث يخلخل الوضع الأمني رح يأثر على جذب الشركات الأجنبية للبلد. ليست هذه المرة الأولى التي تهدد فيها مصالح أمريكية وأجنبية، فخلال عامي 2019 و2020 جرى استهداف مواقع نفطية في البصرة تتواجد فيها شركات أجنبية بضمنها شركتا أكسون موبيل وهاليبرتون الأمريكيتان. ولعل تكرار هذه الحوادث يفسر أسباب غياب الاستثمارات الأجنبية الكبيرة. عندما لا يتمتع البلد باستقرار أمني هذا يؤدي يعني عدم وجود ملاذ آمن لرؤوس الأموال، وبالتالي رأس المال الأجنبي لا يأتي إلى البلد، وحتى رؤوس الأموال المحلية ستهرب إلى الخارج، لأنه في هذه الحالة سوف تكون كلفة الأمن كلفة الحماية كبيرة جدا، ومن ثم تضعف من الجدوى الاقتصادية. ولاحظ أنه هذا العامل كان مؤثر جدا في عدم وجود استثمارات أجنبية كبيرة. ورغم الصورة القاتمة تتعهد الحكومة بتوفير بيئة آمنة للاستثمارات مع تقديم ضمانات سيادية، لكن السؤال الأهم، هل يقتنع رأس المال الجبان بهذه الوعود؟ سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.
ومن واشنطن عبر تطبيق سكايب ينضم إلينا الآن الباحث بشأن السياسي الأستاذ رمضان البدران. أستاذ البدران أهلا بك. الخارجية الأمريكية وعلى لسان متحدثها ماثيو ميلر دعا الحكومة العراقية إلى اتخاذ التدابير المناسبة كرد على الهجمات ضد المطاعم والمصالح في بعض مناطق العراق. كيف سيتعاطى العراق مع هذه الدعوة الأمريكية؟ نعم، بدأ تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هذه طبعا مطلب طبيعي، وأعتقد الحكومة العراقية سلفا اعتقلت عدد حوالي 16 قبل يومين، وتداولت وسائل الأنباء والأخبار والصحف الأجنبية هذا الإجراء من قبل الحكومة العراقية، وهذا طبعا إجراء صحيح يثبت لدى المستثمرين والشركات والشركات والدول أن الحكومة العراقية ليست مع هذا التوجه، بل على العكس هي ضده وتتخذ الإجراءات. فبالتالي طبعا هذا الطلب صحيح والإجراء الحكومي صحيح وكان سباق في هذا الاتجاه، ولكن طبعا هذا لا ينهي كل القضية وتداعياتها وآثارها. هذه قضية حقيقة تؤثر نفسيا ويعني سمعة إعلامية على الاقتصاد العراقي وعلى وضع السوق العراقية ومدى استقرار السوق وحماية المستثمر الأجنبي أو المستثمر في النشاط الأجنبي. في الحقيقة ما جرى هو ليس استهداف لاستثمار أجنبي، وإنما استهداف الاستثمار العراقي في لدى شركات أجنبية، فهو استهداف يبدأ وينتهي في العراق. هذه الشركات هي عبارة عن شركات تعطي هامش قليل من ربحيتها إلى الشركات الأم بمقابل الدعاية والاسم الذي مؤسس له عالميا، ربما استيراد سلع من شركات ذات أهمية مثل كاتربيلر وغيرها أو بروتر أند كامبل. دول شركات كبيرة، يعني بروتر أند كامبل هذه أكبر شركة للكيميائيات في العالم، لديها فرع ومعمل في العراق يهاجم العراق بأمس الحاجة لتعلم هذه الأوليات في الصناعات الكيميائية وصناعات البتروكيميائية، لأنه العراق مقبل على نفط يجب أن يصنع، هناك تراجع عن استيراد النفط الخام. إذا العراق ما يدعو مثل هذه الشركات ويتعلم منها مبادئ التعامل مع المنتجات الكيميائية والبتروكيميائية، مع من يتعامل إذن؟ وهي أكبر الشركات فتهاجم. ما الدافع الحقيقي لهذه الهجمات ضد هذه المطاعم، وما هو الإجراء المناسب؟ أنت كخبير سياسي كيف ممكن للمواطن أن يعترض على هذه المطاعم؟ هل بهذا الأسلوب أم هناك أساليب أخرى للاعتراض عليها؟ لا طبعا، ابتداء هي مو نتاج الحدث نفسه، وإنما هناك تراكم. يجب أن نعترف أن الآلة العراقية أو الآلة السياسية العراقية منذ 58 اليوم كلها وبمختلف أطيافها، القومي واليساري والإسلامي، كلها تعمل ضد الغرب وضد مفهوم الغرب وضد العلاقة مع الغرب واتهام الغرب. وبالتالي مهاجمة الغرب هي قضية لن تأتي في هذه اللحظة، وإنما هناك استعداد نفسي لهذه المهاجمة. يعني لو كانت هذه المطاعم صينية أو روسية أو غيرها، ربما ما تلقى نفس التوجه ضدها نفسيا لدى الشارع ولدى المهاجم. هذا بالصورة العامة. بالصورة الخاصة طبعا هناك أشياء، منها أولا إحراج الحكومة العراقية التي تؤشر على رغبتها في التقارب مع العالم الغربي والانفتاح عليه، هذا العامل الأول. والعامل الثاني هو أنه محاول لخلط هذه الأوراق وجعل أن لها علاقة بغزة، وفي الحقيقة يعني ربط دور الولايات المتحدة الأمريكية فيما يجري في غزة هو ليس بالضرورة أنه ينتهي إلى أن تفتح حرب مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا زالت هي هناك دورها دور وسيط. نعم لديها تعهدات في حماية إسرائيل، هذا من الثوابت، ولكن هذا لا يعني أنها ضد الفلسطينيين أو ضد، لا بالعكس، هي جاي تعمل على كبح جماح إسرائيل، وبالتالي أنت لما تستعديها أنت جاي تدفعها إلى أن تكون إلى جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين وضد العرب وضد قضيتهم. وبالتالي هذا التصرف ينم عن جهل، عن تشويش، عن عدم فهم، أو عن قصدية لنيل مكاسب بسيطة لا قيمة. استوقفني أستاذ البدران كلامك عن إحراج الحكومة من هذه الأفعال. كيف يمكن لحلفاء الحكومة أنفسهم أن يحرجوا رئيس الوزراء ويقوضوا الجهود بالاستقرار بالتنمية؟
لأنه لا علينا أن نعترف أنه في نهاية المطاف كل نجاح في هذه الحكومة سيسجل إلى شخص السيد السوداني، وبالتالي التنافس الداخلي مع شخص السيد السوداني على وجاهة المشهد، على نجومية المشهد، على شعبية المشهد طبعا يؤثر إلى حد ما، لا يؤثر لدى الآخرين من الشركاء الغرماء اللي نسميهم. لذلك يعني أنا لا أستغرب أنه جزء منه هو مثل هذه التصرفات، وتصرفات غير مسؤولة لا تنظر إلى يعني إلى إلى سعة التأثير، وتبدأ من حلقة صغيرة هي شخص رئيس الوزراء أو أداءه أو حكومته أو سياسته. نعم. طبعا هذا لا يستغرب، ولكن أنا أقول هذه الأشياء يجب أن تحزم، ويجب أن يكون التصرف حازم باتجاهها، لأنها لو تركت سوف تكرر. مع هذا يجب التوضيح عن المواقف بشكل واضح. نعم. يعني يجب أن يفهم الشعب العراقي أنه مو كل شيء غربي أو أجنبي يجب أن يحارب. الشارع العراقي اليوم ما بي غير العامل البنغالي والخادمة اللي جاي من أفريقيا، ما عادكوا الشارع العربي خصوصا أي وجود لجالية أجنبية، على عكس كردستان. نعم. التي تستقطب استثماراتها إلى مياه الخليج ومن كل العالم بسبب الأمن واحترام الجاليات والشراكات. اليوم محافظة البصرة تشهد تكثف أمني من قوات مشتركة جيش وشرطة لحماية هذه المطاعم، هل هذا يعني أن الفاعلين لم يردعوا من قضية الاعتقال المحاكمة لهم الذين فعلوها في بغداد؟ نعم، الأمر يجب أن لا يتخذ فقط أنه القوة بمقابل القوة، لازم أيضا بمقابل التوعية، لازم يفهمون المهاجمين أيضا أنه أنت ما جاي تهاجم أمريكا، بالعكس شركة بروكتر أند كامبل زادت أسهمها، أنا شفتها أمس زايدة 1.5% أسهمها، بمعنى أنه ما تجري أنت في بغداد لا يؤثر على هذه الشركات العملاقة التي لديها فروع في كل بلدان العالم، أنت تؤثر على الواقع العراقي، وبالتالي يجب أن ترافق عملية الردع عملية توعية. أما أنه تعتقل هؤلاء وتلبس ثوب الخان والعميل لأمريكا كحكومة، هذا ما راح يساعدك كثيرا، لأنه راح توصل مرحلة مع هذا الفارق في الفهم أنه الشعب بأكمله ينظر لك كحكومة أنك خان وعميل الأمريكا أو الإسرائيل، وبالتالي كلهم يتوجهون ويزداد وتيرة التصعيد من قبل الناس باعتقاد أن الحكومة خطأهم صحيح. الحقيقة لا، يجب أن يرافق عملية الردع والسيطرة، عملية التوعية، ما هي هذه الشركات، شنو دورها، شنو الفرق بينها وبين الشركات اللي تجي من أوروبا وتجي من، ما هي العلاقة بيناتهم، هذه التوعية ما موجودة عندنا، وبالتالي المواطن يأخذ كل شيء ببعد السياسي الصرف. في الحقيقة الأمر ليس فيه بعد سياسي، هذه قضايا تجارية، أنت تستعمل المنتج الأمريكي في كل مكان، تستعمل الواتساب وتستعمل الآيفون، تستعمل السيارة الأمريكية، شنو الفرق بين هاي وهاي، يعني أنت جاي في كل الأحوال أنت جاي تتعاطى، لكن هذه الانتقائية طبعا مخلوطة في كثير من التشويش والغايات الملبسة، وبالتالي أنا أقول الوعي والتوعية عن نوع العلاقة العراقية مع الخارج بأيا كان، هذا أمر مطلوب توضيحه للمواطن حتى يفصل بين ما هو سياسي وأيديولوجي وما هو اقتصادي. هذا يجعلني أسألك سؤال حتى يتوضح لكل الناس الموجودين، يعني هذه الهجمات التي حصلت ما تأثيرها على سوق الاستثمار وعلى سوق التجارة في العراق مستقبلا؟ مؤثرة جدا، وتأثير سلبي وتأثير بعيد، وفي الحقيقة احنا لمسنا ذروة التأثير على هذه الأمور، الهجوم اللي حصل على 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 سلمبرجر وبعض مقرات الشركات في البصرة النفطية بعقود المقاولات اللي أرضتها وزارة النفط، أرضت حوالي 33 عقد، لم تتقدم أي شركة أجنبية أو غربية على 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 العمل في القطاع النفط العراقي وهو أفضل قطاعات للعمل، لم تعمل إلا 9 شركات صينية وثلاث عقود أخذتها شركة كار الكردستانية. هذا يعني أن حتى قطاع النفط الذي يعمل بالمعزل وفي الصحراء، الشركات أدركت أن العمل فيه صعب لعدة أسباب، أولا حرب داخلية من داخل نفس المؤسسة الحكومية ضد الشركات الغربية، وحرب أخرى من الشركات الصينية ضد الشركات الغربية، والحرب الثالثة هي حرب الرأي العام، لا يوجد رأي عام إيجابي اتجاه الشركات الغربية. لذلك العراق اليوم حاصر نفسه، يعني العراق يصير في حصار نفسه بنفسه، وهذا الدليل الذي شاهدناه أن العراق الصناعة النفطية اليوم أكثر من 60% أصبحت بيد الصين. الصين التي في داخل الصين لا تنتج إلا نصف مليون برميل،
في العراق تنتج 3 مليون برميل. نعم. هذا يعني أن العراق دون أن يشعر يخضع نفسه ليعني لاقتصاد أحادي الاتجاه، أحادي العلاقات، محاصر، معزول، وهذه خطير اليوم وغدا على المستقبل. يجب أن ننتبه ونوضح هذه الأمور بشكل متسع. طيب، سؤال أخير، هل تتوقع تكرار هذه الهجمات في مدن العراق، بصرة، بغداد، هل تتوقع ذلك؟ لا، مثل هذه أنا أشك، لأنه أعتقد هناك يعني أولا الرأي العام كان جيد جدا، الإعلام كان جيد جدا، الاتجاه الحكومي كان جيد جدا، وبالتالي أنا أعتقد هناك كم جيد وإيجابي جدا من الردع لمثل هذه التصرفات. معه نحتاج إلى زيادة وتيرة الوعي حتى لا يشعر المهاجمين أنهم أوقفوا عملياتهم لأن لديهم ضغط وسوف يتكرر مرة أخرى. هذه بداية صحيحة ويجب أن تسير معها عملية التوعية، لأنه بالتالي إحنا لا نريد أبنائنا أن يتورطون في أعمال تضر البلد وتضرهم ولا تضر من يعتقدون أنه خصوم. فأنا أشك أنها تتكرر، ولكن قد تأخذ شكلا آخر. يعني احنا بالامس كانت المسيرات تضرب القواعد وتضرب بدعوى وجود احتلال اجنبي او قوات اجنبيه، اليوم انتقلنا الى الشارع. فيجب ان تجري عمليه توضيح للناس وللمجتمع وللناس انه شنو نوع العلاقه الحقيقيه وشنو كيف تصان وكيف تؤدى. وكيف يعني يقول انه تجري بشكل صحيح مع كل هذه الدول. من واشنطن الاستاذ رمضان البدران الباحث بشان السياسي، شكرا جزيلا. قال رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إن آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب في وجوب محاربتها. وفي كلمته خلال افتتاح الملتقى الأول لمجالس المحافظات، شدد السوداني على أن الإرهاب لم يعد يمثل خطرا على الدولة، في حين يمثل الفساد شرخا حقيقيا في عمل مؤسساتها. طالما وصفنا أن آفة الفساد لا تختلف عن الإرهاب بوجوب محاربتها، واليوم نعيد التأكيد بأن الإرهاب لم يعد يمثل خطرا على الدولة، بينما يشكل الفساد شرخا حقيقيا في مصداقية عمل أجهزة الدولة وعلاقتها بالشعب، وهذا ما جعله ضمن مستهدفات عمل الحكومة منذ يومها الأول. أعلنت مفوضية الانتخابات إعادة فتح باب تسجيل التحالفات والأحزاب والأفراد المرشحين الراغبين في المشاركة باقتراع برلمان إقليم كردستان في 8 من حزيران ولغاية 13 من الشهر الحالي. يأتي ذلك بعد يومين من مصادقة مجلس المفوضين على قانون توزيع مقاعد برلمان كردستان الموزعة على 4 مناطق انتخابية في إربيل ودهوك وسليمانية وحلبجة، إذ يتكون البرلمان من 100 مقعد، 34 منها في إربيل، بينها مقعد واحد للمكون المسيحي وآخر للتركمان، إلى جانب 38 مقعدا للسليمانية، بينها مقعد واحد للمكون المسيحي وآخر للتركمان، فضلا عن 25 مقعدا في دهوك منها واحد للمكون المسيحي. أما حلبشة فلها 3 مقاعد دون أي مقاعد للمكون المسيحي والتركماني. التسول في الموصل وتحذيرات من الاستجداء الرقمي في الشوارع، هذا الملف بعد قليل. جهود حكومية وأخرى مجتمعية تبذل لمكافحة ظاهرة التسول في نينوى عبر مبادرات تعمل على التوعية بآثارها والتصدي لها، فيما تنطلق تحذيرات من تحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى أداة جديدة للكسب غير المشروع والنصب والاحتيال عبر ظاهرة يطلق عليها اسم التسول الإلكتروني. بعد اتساع ظاهرة التسول في الموصل، باشرت فرق مكافحة الجريمة المنظمة بتعقب المتسولين للوصول إلى من يستخدمهم، فيما تحذر منظمات حقوقية من التسول الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التفاصيل مع قاسم زيدي. تجوب فرق مكافحة جريمة المنظمة أسواق الموصل بحثا عن المتسولين،
بعد اتساع ظاهرة التسول في المدينة وتحولها إلى مهنة يستغل فيها النساء والأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة خلافا للقانون والعرف الاجتماعي. قانون العقوبات العراقي رقم 69 رقم 111 لسنة 69، نعم هناك مادة قانونية لا أتذكر بالضبط منعت التسول واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسولين، واليوم تستطيع مراكز الشرطة ومفارز الشرطة والأجهزة الأمنية أن تقوم بمنع هؤلاء المتسولين واقتيادهم إلى مراكز الشرطة ومن ثم إحالتهم إلى محاكم التحقيق وتتخذ إجراءات قانونية بحقهم. بين بيع المناديل الورقية وعبوات المياه المعدنية وطلب الأموال اتسعت ظاهرة التسول في نينوى باتخاذ تقاطعات المدينة المزدحمة مكانا لها، فيما لجأ آخرون إلى ابتكار طرق جديدة للتسول أو ما يعرف بالتسول الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخصوصا بعد التحول التدريجي إلى الدفع الإلكتروني. اليوم اكو طريقتين انا شفتها، الطريقة الأولى اللي هي الطريقة التقليدية انه يمسكون لافتة بالشارع ويتحدثون على انهم عندهم مريض، والطريقة الثانية اليوم اكو فتشي جديد اصبح الكتروني، انه خصوصا من بعد ما اتجهت الدولة للدفع الالكتروني بالمبالغ كان اكو فت سيستم معين انه يراسلك ويبعث لك ويقول لك انا حبعث لك رمز وكذا، وبالتالي يحصل على الرقم السري للبطاقة، فهاي كلها تعتبر من ضمن التسول والسرقة والتنظيم اللي عيحدث. وتحذر منظمات إنسانية من وجود ما سمتها مافيات التسول، إذ تستقطب أطفالا ونساء وتزج بهم في الشوارع للتسول وسط مخاوف من استغلالهم في جرائم كالسرقة والإتجار بالبشر. قاسم الزيدي، UTV، الموصل. من جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، قال إن هناك حملات أطلقت لمكافحة التسول في مناطق مختلفة من العراق بعد أن نجحت الحملة في نينوى، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة جزء منها استجداء والقسم الآخر جرائم منظمة. بالنسبة لموضوع التسول، مديرية التجار بالبشر تعمل على هذا الموضوع بشكل مستمر، ودائما ما تنفذ حملات يومية وحملات أسبوعية وحملات فصلية في عموم المحافظات، لكن كان في نينوى حملة شرعت بها قيادة الشرطة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وكانت حملة موفقة وجيدة لمكافحة هذه الظاهرة اللي يعدها القضاء أيضا جريمة، وأيضا ستكون هناك حملات في مناطق أخرى. جزء من أعمال مديرية الجريمة المنظمة قسم منه ما هو تسول وقسم منه ما هو يعني بغطاء تسول لكن هي جرائم منظمة، لذلك حولنا هذا الملف إلى ملف الجريمة المنظمة. بعض الجروح لا تندمل إنما تبقى نازفة مع الزمن، هذا ما تعرضت له النساء الأزيديات على يد الإرهاب، إذ تجمع عشرات منهن في منطقة المنصة بالموصل للتنديد بجريمة إحراق 19 أزيدية قبل 8 سنوات. تقرير محمد سالم. عشرات النساء الأيزيديات تجمعن في منطقة المنصة بالموصل للتنديد بجرائم لحقت بهن وقرينتهن، وخاصة حادثة إحراق 19 أيزيدية من قبل تنظيم داعش الإرهابي قبل 8 سنوات. وتسعى نساء وناشطات أيزيديات للتذكير بالجرائم ولفت انتباه الحكومات المحلية والمركزية ودول العالم إلى الإقصاء والتهميش والإهمال الذي تعرضنا له. نطلب من الحكومة يعني تسوي شيء. السنجار شكي يعني منطقة من العراق، يعني أكثر يعني هسه نحفر بالبيت مالتنا، نشوف مقابر، نشوف أشياء، كل شيء ما أعطونا لا تعويضات لا رواتب، وحتى أطفالنا يعني مخلصين جامعات وكليات بدون تعيينات قاعدين. ولا يزال الغموض يكتنف مصير آلاف الأيزيديات منذ اجتياح تنظيم داعش للمنطقة وحتى الآن، في وقت تعاني منه الناجيات من ضنك العيش وغياب التعويضات وحقوق الرعاية. لقد تعرض المجتمع الأيزيدي ل74 إبادة جماعية عبر التاريخ، وفي كل مجزرة ارتكبت تم استهداف النساء بكل الطرق، ولا يزال مصير الآلاف من النساء والأطفال والكثير من الأيزيديين الذين في قبضة مرتزقة داعش مجهولاً.
وبحسب إحصاءات رسمية فإن أكثر من 2000 امرأة إيزيدية لا يزلن في عداد المفقودات، فيما تنتظر الناجيات استكمال الجهود الحكومية لنيل حقوقهن بعد مرور 9 سنوات على الفاجعة. من الموصل محمد سالم، يو تي في. التكشي النهري في الحلة هو مشروع أنشئ ليقدم خدمة تساعد المواطنين على تجاوز الزحام في الشوارع، لكنه لم يعمل بشكل المطلوب بسبب إغلاق المراسي وقلة الزوارق، فيما تعد الحكومة المحلية في بابل بتطوير المشروع وإحيائه من جديد. التفاصيل مع حيدر الشلبي. هذه هي محطة الإرساء الأولى للتاكسي النهري في بابل على ضفاف كورنيش الحلة وسط المدينة، ومن المفترض أن تستقبل ركاب التاكسي النهري من منتجع بابل إلى الكورنيش وبالعكس أيضا. باب المرسى مغلق طوال اليوم، والزوارق 3 راسية في منتجع بابل السياحي ولم تقدم خدمة النقل النهري للمواطنين. ماكم هدا يركمون، ماك لا هاي ولا تاكسي نهر ولا هاي، كل شيء ماك، الزوارق نايم ببابل هنا. بس عندنا بالنسبة للزوارق ذني مع الأهلي ده يشتغلن بنا المحليات الكورنيش يعني. مشروع أنشئ ليكون عونا للمواطنين للهرب من الزحامات المرورية في شوارع المدينة، لكن الطابع السياحي له كان أكبر من الخدمي، فيما تقول الحكومة المحلية إن توسعة المشروع ستنفذ في الأيام القادمة ليكتمل المشروع خدميا بعد إكمال التكسية الحجرية لمشروع شط الحلة. الآن السيد المحافظ وافق على توسعة هذا المشروع بزيادة عدد البانتونات وعدد الزوارق وعدد المراسي في الجوانب المحاذية لمركز المدينة في شط الحلة. بالتالي المرحلة الأولى كانت ترفيهية أكثر ما تكون هي مرورية. احنا كان الهدف من عنده حقيقة هو فك الازدحامات المرورية اللي باتجاه مركز المدينة إلى منتجع بابل السياحي وإلى المناطق المتاخمة له. قلة الزوارق، قلة المراسي بسبب موضوع التاكسية الحجرية، مشروع التاكسية الحجرية في محافظتنا محافظة بابل، أدى إلى تأخير زيادة هذه الإجراءات وكذلك زيادة عدد المراسي في مركز المدينة. انخفاض مناسيب المياه قد يحول دون تطوير مشروع التاكسي النهري، إضافة إلى الجسور عبر ضفتي شط الحلة، إذ تعيق وصول الزوارق إلى مناطق معينة. من محافظة بابل، حيدر الشلبي، يو تي في. نكون الآن في المثنى، فرغم أن العام الدراسي انتهى لكن لم تنتهي إبداعات الطلبة الموهوبين ونشاطاتهم التي تعد محور اهتمام النشاط المدرسي، حيث أقامت المثنى معرضا فنيا ضم أكثر من 180 لوحة لم تترك مدرسة في الرسم أو لونا وحتى خامة إلا واستخدمتها. التفاصيل مع خليل بركات. على قاعة النشاط المدرسي بالمثنى لوحات مختلفة لطلبة من مراحل الثانوية، أكثر من 180 لوحة تتفتح معها مواهب نخبة منهم لتكون مركز الاهتمام لتطويرها. بين لوحات الطبيعة والتجريد والتكعيبية والوجوه الشخصية، جميعها ضمها المعرض السنوي، ولا تغيب فلسطين ورحى الحرب والحرية فيها عن ريشة الرسامين هنا. شاركت كثير من المدارس، أكثر من 100 مدرسة، تم انتخاب 40 مدرسة للمشاركة، وهي اللوحات المطابقة للمواصفات المفروضة في هذا المعرض. 180 لوحة تقريبا شاركت في هذا المعرض لموهوبين من المدارس في المراحل الثانوية. هدف هذا المعرض اكتشاف المواهب الموجودة بين طلابنا وطالباتنا. وفي المعرض خصص جناح للطالبة فاطمة إحدى الموهوبات لعرض لوحاتها للسنة الثالثة على التوالي بخامات مختلفة، وتركز فيه على المرأة ودورها في المجتمع، وتقول إنها طورت موهبتها بدعم من والديها ومدرستها. لوحاتي اليوم خامات مختلفة، الأكريليك والزيتي والفحم خامات مختلفة، ولوحاتي تخص
أحس موضوع المرأة يعني من عندها موضوع المرأة كون المرأة كنز لا يقدر بثمن وهي نصف المجتمع بجميع ألوانها وطائفها، إضافة إلى أنها مبدعة في جميع المجالات التي تخوضها سواء على صعيد العمل أو المنزل هي معطاء. ويشهد المعرض سنويا إقبالا كبيرا من الطلبة للمشاركة فيه من أجل تبادل الأفكار والخبرات بينهم، فضلا عن رسم مباشر لتصحيح الأخطاء وتطوير الأعمال. نطور من موهبتنا من العمل اللي احنا بيه ونتعلم من أخطاء اللي احنا نرتكبها يعني، ويعني تساعد الطالب انه اكثر من يمارس هاي المهنة، تساعدنا من يعني انه على أخطائنا، انه مثلا اذا صارت أخطائنا ويانا بالرسم بالتحديد بالتخطيط بأي شيء دمج الألوان. ويتم سنويا اختيار مجموعة من الطلبة الموهوبين المشاركين في المعرض لتمثيل المحافظة في مهرجانات فنية ومسابقات خارج المحافظة. من المثنى خليل بركات، يو تي في. نكون الآن في تقرير مختص بالرياضة، حيث حقق المنتخب الوطني العراقي فوزا ساحقا على نظيره الأندونيسي في قلب العاصمة جاكرتا، وبذلك يتصدر العراق المجموعة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وأيضا كأس آسيا 2027. التقرير أعده الآن أحمد خالد. ثلاث نقاط أحرزها أسود الرافدين في مباراتهم ضد المنتخب الإندونيسي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027. منذ انطلاق صافرات البداية كانت ملامح الحيطة والحذر واضحة على اللاعبين، وخاصة أن مدرجات الملعب ملتهبة بالجماهير لمؤازرة المنتخب الإندونيسي في عقر داره. وعلى الرغم من ذلك تمكن العراق من تسجيل هدف في مرمى الخصم برأسية من إبراهيم بايش، لكنه ألغي بداع التسلل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. الشوط الثاني شهد استراتيجية جديدة للإسباني كاساس مدرب منتخبنا وانفتاحا أكبر في اللعب من خلال كتيبته، ففي الدقيقة 53 منح الحكم ضربة جزاء مستحقة أحرز من خلالها المهاجم أيمن حسين الهدف الأول للأسود، ثم بدت سيطرة كتيبة كاساس واضحة على مجريات المباراة من خلال هجمات كثيرة على الحارس الإندونيسي حتى خطف علي جاسم الكرة من بين قدميه وسجل الهدف الثاني للعراق قبل انتهاء الوقت الأصلي، لينتهي اللقاء ويتصدر العراق بهذه النتيجة المجموعة السادسة من التصفيات. ونقول مبارك للمنتخب الوطني العراقي بكرة القدم. الآن وقبل ختام النشرة نتعرف على أحوال الطقس في العراق وكذلك درجات الحرارة الصغرى والعظمى ليوم غد، وذلك عبر النشرة الجوية. وبهذا تنتهي النشرة الإخبارية. تقبلوا تحيات غرفة الأخبار في يو تي في. إلى اللقاء.